لا شك بأن السيارات الكهربائية اليوم هي تعتبر من أهم الثورات التكنولوجية في العصر الحالي، إن لم تكن أهمها، لكنها ما تزال في طور النمو والاكتشاف، وطبعا هي لا تعد حتى الآن بديل أمثل للسيارات التقليدية، ذلك بسبب وقت شحن بطارية السيارة الذي قد يطول لفترات طويلة. علماء طبعا وشركات كثيرة حاولوا حل المشكلة. أحد هؤلاء هو العالم المغربي الذي تصدر السوشيال ميديا في المغرب أمس، وهو رشيد اليزمي، بعد أن كشف عن اختراعه تقنية جديدة وغير مسبوقة تمكن من شحن بطاريات السيارات الكهربائية في زمن قياسي لا يتجاوز مدة أن تجلس في باحة محطة الاستراحة لاحتساء كوب من القهوة على حد وصفه. اليزمي قال إن التقنية بإمكانها تقليص مدة شحن البطارية لأقل من 20 دقيقة عوضاً عن ساعة في بعض موديلات السيارات الحديثة، هو ما من شأنه أن يسرع الاعتماد كليا على السيارات ذات الطاقة النظيفة. سكاي نيوز عربية نشرت عبر منصاتها قصة هذا العالم، وتفاعل معها مئات الآلاف في المغرب والعالم العربي، خصوصا أنه صاحب 160 براءة اختراع، وما دفع الكثيرين إلى التساؤل ماذا لو نقل هذا الرجل خبراته إلى المغرب وأصبحت رائدة في هذا المجال. ينضم إلينا الآن من سنغافورة العالم المغربي البروفيسور رشيد اليزمي. سيد رشيد، نرحب بك معنا، وطبعا نشكر حضورك معنا. أولا نهنئكم على هذا الاختراع وهذا الاكتشاف المهم. لو تشرح لنا دكتور طبيعة هذا الاكتشاف وكيفية الاستفادة، تحقيق الاستفادة القصوى منه. اولا شكرا على الاستضافه واعطاء هذا يعني المناسبه باش نفسر للجمهور العربي هذا الاكتشاف. الحقيقه ان هذا الاكتشاف مش يعني كان عنده زمن طويل، بديت العمل في تقليص الوقت اللازم لشحن بطاريات السيارة الكهربائية وكذلك يعني بطاريات ديال الهواتف النقالة في 2015، إذا 6 سنين هذه، ويعني هذا كان يعني مجهود متواصل منذ 6 سنين حتى سنة 2021 لما استطعنا واستطاع الفريق ديالي باش ينجح في شحن بطارية الليثيوم كما قلت يعني للسيارات الكهربائية وللهواتف النقالة في أقل من 20 دقيقة. يعني الفرق ما بين ما كان يعمل به منذ أكثر من قرن من التكنولوجيا ديال شحن البطاريات هي أن كان يعني العلماء في الكهرباء وهادشي ديال شحن البطاريات يستعملون التيار الكهربائي المستقيم، يعني current constant current في الإنجليزية current constant، وهذا constant current عنده يعني بعض المشاكل لما نريد أن نشحن البطارية في وقت وجيز أقل من ساعة، حيث أن البطارية تبدأ يعني حرارة تصعد وكيكون هناك يعني ربما انفجار ولا حريق ديال البطارية. إذن هذا كان مشكل كبير، والحمد لله لقينا له الحل بما أن بدلنا غيرنا طريقة شحن البطاريات جذريا. ومن هنا وصلنا إلى الاكتشاف، وهو تقليص زمن شحن البطارية إلى 20 دقيقة فقط، ولكن بطريقة آمنة كما ذكر دكتور رشيد. كيف سيساعد ذلك في تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية وبالتالي البدائل الأكثر يعني احتراما للبيئة وللمناخ؟ طبعا كما قلت في المقدمة أن الآن يعني التكنولوجيا تميل إلى السيارات الكهربائية لأقل من 15 سنة، يعني أغلبية السيارات في الطرق ستكون يعني كهربائية. والمشكل الكبير ديال يعني ديال السيارات الكهربائية هي البطارية. البطارية أولا لأن زمن ديال الوقت ديال الشحن
أولا طويل جدا كثير جدا، وثانيا أن البطاريات ربما يعني ينتهي العمل بها في أقل من 5 سنوات، إذا ما يمكن لهاش توصل ل 200,000 كيلومتر اللي يعني الناس عندهم العادة في السيارات العادية. إذا هذه المشاكل هذه شيئا فشيئا لقينا لها الحل. أولا كما قلت قلصنا من وقت يعني شحن البطارية، وثانيا زدنا في عمر البطارية من خمس سنوات إلى 10 سنوات. وهذا كله يعني مرتبط بأن طريقة شحن البطارية تجعل أن البطارية يعني الوقت ديالها تدوم أكثر. طيب دكتور، أنا تبقى لدي دقيقة وكان هناك الكثير من النقاط، ولكن باختصار هذه التقنية التي اكتشفتها أنت دكتور، أولا هل تلقيت عروض من شركات لشراء حقوقها، وماذا عن توطين هذه التكنولوجيا في يعني بلدك المغرب؟ هناك من قال أنه دكتور رشيد يعني لديه أكثر من 120 براءة اختراع، هل تتجه إلى توطين هذه البراءات في بلدك لكي يستفيد منها؟ طبعا الأولوية عندي أنا شخصيا وهي أن يكون هذه التكنولوجيا تسير إلى المغرب وإلى العالم العربي وإلى العالم الإسلامي، أن عندنا غرض يعني كمغاربة وكعرب وكمسلمين باش يعني نقترحوا بعض يعني التكنولوجيا الجديدة اللي غادي تهم الإنسانية كلها. وإذا أنا عندي لقاءات مع يعني مع الحكومة المغربية ومع بعض المستثمرين المغاربة والأوروبيين كذلك، وطبعا هذا سباق تكنولوجي لأن الوقت عنده يعني مهم جدا. فإذا بالنسبة لي كمقاول الأول اللي غادي يقترح لي واحد يعني الاستثمار غادي نعمل معه، ولكن الأولوية مرة أخرى هو المغرب والبلد العربي. شكرا جزيلا لوجودك وانضمامك إلينا من سنغافورة، العالم المغربي البروفيسور الدكتور رشيد اليزمي، شكرا جزيلا لك.